أقامت الجمعية الطبية الكويتية غبقة رمضانية بحضور وزير الصحة الدكتور علي سعد العبيدي وعدد كبير من المهتمين والعاملين في القطاع الصحي. وبهذه المناسبة أكد وزير الصحة أهمية التواصل الدائم مع إخوان الأطباء للمساهمة في مناقشة المشاكل التي تعترض عملهم ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لها. الأطباء هم الضمائر الحقيقية الحية في القطاع الصحي، وإن أحيت هذه الضمائر سيتمتع المواطن والمقيم بخدمات مرموقة تصب في نهاية المطاف في الارتقاء بالحقل الصحي في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة. هذا ما أكد عليه وزير الصحة الدكتور علي سعد العبيدي أثناء تواجده في الغبقة الرمضانية التي أقامتها الجمعية الطبية الكويتية، كما شدد وزير الصحة على أهمية التواصل الدائم مع إخوانه الأطباء. في غبقتهم الجمعية الطبية في يعني جانب اجتماعي مهم نقضي مع بعض أخوة وزملاء، نحقق كثر ما نقدر من التواصل مع أخواني الأطباء وأخواتي الأطباء الطبيبات من أجل الوصول إلى مشاكلهم والوصول إلى أهدافهم ويعني طموحاتهم وسعي يعني في تحليل أو إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل وتذليل العقبات اللي تواجههم في داخل المستشفيات والمراكز الرعاية الأولية. يعني هذه غبقة اجتماعية كعادة أهل الكويت يتواصلون ويترحمون دائما في جميع أوقات السنة وبخصوص شهر رمضان المبارك. الأطباء هم الضمائر الحقيقية الحية داخل وزارة الصحة، فإن أحيوا أحيوا المستشفيات وإن مرضت أو ماتت الضمائر ماتت المستشفيات، لذلك أشيد على أيديهم في بقائهم داخل يعني المستشفيات في العيادات وفي الأجنحة بطريقة تناسب أداء مهنتهم. ففي هذا اللقاء المثمر طرحت العديد من القضايا والمواضيع الصحية ذات العلاقة بالمشاكل والعقبات التي يواجهها الأطباء، والتطرق إلى الأهداف والغايات التي تصب إليها وزارة الصحة للوصول إلى راحة وسلامة المرضى. وتحدثنا عن الشأن الطبي في الكويت بشكل عام وفي محافظة الفروانية بشكل خاص، والحمد لله الكل فخور إن شاء الله في ما تقدمه الطبطبة الكويتية وعملها الدؤوب ومحل ثقة المواطن فيها. نتطلع منهم إلى الأفضل ونتطلع إلى خدماتنا، خاصة وأن احنا في بلد يعني والحمد لله الله منعم عليه بخيرات كثيرة وأمور كثيرة. نتأمل إن شاء الله أن يكون المجال الطبي وهو المهم في الحياة في الكويت في المراتب والأماكن الأولى، وبإذن الله تستمر هذه اللقاءات في مقر الجمعية، وكما تم طرح هذا الموضوع في أثناء الديوانية الدكاترة على أن تكون في لقاءات دورية مع الوزير للتنسيق لحل مشاكل الدكاترة وهمومهم. الجمعية الطبية الكويتية تعتبر المقر الدائم والمنصة التي يجتمع فيها الأطباء بين فترة وأخرى لمناقشة أهم التحديات التي تواجه الكوادر الطبية، فهذه الاحتفالية وفرت أرضية خصبة للمزيد من التعاون والتواصل في كافة المجالات الطبية. تم التواصل مع جموع الأطباء للوقوف على أهم المشاكل التي تواجههم، وتم إجراء العديد من الأنشطة الاجتماعية. تأتي هذه الغبقة الرمضانية من باب التواصل مع الأطباء. الجمعية الطبية لا شك في دار الأطباء تعتبر منصة يلتقي فيها أجيال، قد نكون احنا كبار السن، قد يكون في عندنا شباب اصغر، قد يكون فيها تخصصات مختلفه. انا قاعد بينهم اليوم واسمع يعني ناس تسولف عن تجربه الغربه، ناس تسولف عن تحديات في العمل. هذه الغبقة الرمضانية التي أقامتها الجمعية الطبية الكويتية فتحت أبواباً للتواصل والتعاون والترابط واللقاء المثمر بين كافة الكوادر الطبية العاملة في مختلف الأجنحة الصحية. الأجواء عكست مدى الترابط والتلاحم بين كافة أفراد الأسرة الطبية الكويتية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.